الهيئة الشرعية بحلب فرع هنانو 15/5/2013 تلتقي أحد الذين كانوا في معتقل غرباء الشام. أخي الكريم، من تعرف من كتائب غرباء الشام؟ كتائب غرباء الشام هي عددها كبير كثير يعني، بس في من هذول المشهورين أكثر شيء بيناتهم حسن جزرة، وفي كتيبة نزار الخطيب، وفي كتيبة أبو أحمد القاضي، درع الجبل بيسموه درع الجبل أبو أحمد القاضي. في كتائب كثير يعني. طيب، أنت صار لك معتقل في سجون كتائب غرباء الشام لمدة شهر، ممكن تحدثنا ما شو هو سبب التوقيف؟ سبب التوقيف أنه على قولهم هن أنه أنت شبيح أو مشتبه فيه أنه شبيح، وجوا تحت الضرب وإثباتات ما في، أنه في ناس حلفت يمين عليك، وعند الجينة مين الناس اللي حلفوا؟ قال ما شغلتك. طيب شلون هذا؟ قال ما شغلتك، أنت شبيح، وتحت الضرب وتحت التعذيب يعني. طيب، ممكن تحكي لنا عن وضع السجون باعتبارك بقيت شهر كامل في سجونهم، وضع المعتقلين بشكل عام؟ يعني كمعتقلين، كإنسان مثلا شبيح نظامي عليه إثباتات، أو كشخص عليه تهمة معينة ما في عندهم، بيوقفوا على الطرقات إنه بيعدي شخص زنجيل أو ماشي حاله ماديا، معه سيارة فخمة، بيوقفوه من باب إنه أنت شبيح أو أنت عليك تهمة فلانية، أو أنت كنت واقف على حاجز الأمن هلا سلمت عليهم، بيجيبوه بفاوضوا عليه. إذا كان مبين عليه زنجيل كتير بفاوضوا عليه من دون شيء يعني، مبلغ معين بالملايين طبعا، مو مبلغ عادي. وإذا كان عادي وسط بيلزقوا له تهمة مشان يبتزوا أهله ياخذوا منه مبالغ كمان، وتحت التعذيب بيخلون يعترفوا بأشياء ما لهم ذنب فيها. طيب، شو هي وسائل التعذيب اللي كانوا يستخدموها في سجونهم؟ وسائل التعذيب كثيرة يعني، من ضمنها أحد الأدوات اللي أنتم مسكتوها كمان يعني، عصي وكرابيج، وحتى عند أبو أحمد هذا الملقب بالقاضي درع الجبل كهرباء وتعذيب وشبح، ويعني إيش في شيء بخطر في بالك عم تستخدمه. طيب، وعندهم عدة سجون يعني، إنه شخص حدا سأل عليه بخفوه من سجن لسجن، أحواش مدنية في منهم حاطين فيه الناس على أساس ما أحواش مدنية يكون حاطين فيها مساجية. طيب، شو كان يطلعوكم أنتم كسجناء وتنفذوا بعض المهام بخدمتهم خارج السجن؟ هن من ننفذ إنه مثل يسمونا على التالي، إنه يجيبوا مسروقات، إنه جرة غاز يصينا من الخرطوم وجايبينها منين، هي تجويل مثلا من الشيخ مقصود، آخر فترة هي دخلوا على الشيخ مقصود، تنكات زيت منا مليانة منا نصة، برادات غسالات دخلوا، حتى لاحظنا آخر فترة إنه سيارات مقصوصة من شقيف، سيارات محركات حديد نحاس، يعني ما تركوا شيء إلا هنيك، مقراتهم كبيرة كتير وكلها مليانة لحد الآن موجود فيها، حتى جرات أكسجين للمشافي محتفظين فيها والعالم بحاجة الجرة. برأيك أنت، حسب ما رأيت صار لك سجن، صار لك سنة شهر كامل في سجون غرباء الشام، برأيك معاملتهم معاملة إنسانية؟ يعني ما في شخص دخل لهنيك وطلع إلا قال لو أنا عند يهودي أرحم، وهن عم يدعوا انهم اسلاميين وهن بعيدين عن الاسلام كل البعد يعني، صلاه ما بنشوفهم، نحن بنقوم نصلي ما بنشوفهم، لا بيقوموا صلاه لا بيروحوا صلاه جمعه، لا على طول موجودين على سهر وضحك. حتى شخص احد المساجين انه من مبدا يعني جابوه بده يتوضا ويصلي، قال له انا بحطك في ذمتي وصلاتك في ذمتي، لا بخليك تصلي ولا شيء، انت عدو الله. قال له يا اخي انا حر، انه جيش حر انا يعني. قال له انت الله موئلكم، الله قالنا نحن بس. طيب، كانوا سمعنا انهم يعني كانوا يكفروا بشكل كبير. طبعا في احد السجانين اثنين هن كانوا يتناحروا مين بكفر اكثر من الثاني، او مين كفريته مشهوره اكثر. الله يعطيك العافيه. طيب، جزاكم الله.